حتى وحنا كسوكنا أي حفيز كوزير كوزارة الدليرة دا يعيارها سومالان مدن بوس مير محمد وحنا الوزير كجعل هاي إنا وحكوي ديو بالحكومة دهان سدايو أركان شركة كسوعنا يبورت جعل لبا حقت رسان قبل كساحل سومالان شركاس أو آشر رقن بالوحنا جعل أرتاي بالسدايو أركان إنه وزير كمرك هراء بالنوقة ورحمت دولة دهان أريال يبدري يو سرقادي سواء ما تنتين لما تنبا سعيشنا ذوي ديسي هدان وصول نقضوه وهويان سيرك هكاك السعوداء سيرين وذوقنا هاي واشير إلا هاي بيل بيل وووين سومان لانت كمده أنا وحنو أرنين وي هاي شير أي بيش وقفصتي ساسي دولي ذهان لارك لأنك حقيقة أنا وحويان وحن ترمو يعني وحن دولي ذهان يلينا ما تشرتو بورر كيسو أكو أركيسو كل تشسر مدن وسير ديجا كشرا يا أما باشير كهل كعك السعودة أديك اللفتات وإن طبعا دوت كسوة كده وحنا دين أدو ده وقت هاي وتذكروا جين ولا الكارنت يسجل لفتي شو وشركة سياسيين وكمدي هاي بل أرنت هاس سداد وركت أرنت وحنا وركا دسير كورت بيل بالة سام كوشة جا بيل هو وين سومالا تكتر سن وحتجينا وسياسيين سياسيين تدوكته دوا بدنيهين نوعي بدن بكل ليهين أحساب تكل ليهين سياسيين كلا اللي بنت بكل ليهين أد بوفر بدن يهين وحيال كانت تكين ده بيش فم بكم يديهين إذ كلا بيلاحي ميت تكين ده بدنا أنا قبلو إلا يمكو مارقنو وحشير يوا بيلوين سيرك هدا نصو عطان شالة طوحة فراي سالدين تقوى وينيد سومالان السودان كي جوز السودان لا تكمل ديهاي، السودان محاولة حرش قرن كمل ديهاي، سيدا درته دوا قرية سنو شر بلد ديهاي، واحد بلانا كم قبل عدة دون طبعا كقريب قشة، ما دام أنا أذكر تشوين هاي، لبوا مرد بيرشير يسوي بلاه وأول مدة كمل ده، إن أنا مدنا كصوب حين أنا صرت كنا هني كصوب حلو، وقرن مدة السودان لا تحيي لايا. يو احنا بتقليد وحيي لاي تفش كلا حق بقول لا حولو بدون بويار كو كو هدا بايا كو يغو بلا كلا بيار هذا دون انت بشوين باي قبا وحا كلو دم دوا وحي كومبرومايس ان لا ودا حدو ديار بانونا مدن وسير ان تا تبشدا يا اديك لفتا دو اد شيغيسو انت شركا حق ان كاهينو وحا جيرا تبش حوغ واي دولتا يو ميلا كلا با طبعا انين اي طبعا كا قبان ان ارتا تبشدا ina deegaankii aad ka soo jeeday inaad madaxdi dhaqanka qanciso oo la leeyay booste madaxdi dhaqanka iska daayay walaalkii baa joogo aanu la hadal maxaad ka leedahay dalaleeyay ma horta dad waan wada hadal cid badan sir leeyahay maaha walaalay ku shaqeyn maysay daniga aniga durkayga qaadanaysa aad baa wada hadlay tabashooyinkuna dawladdu mar walba u diyaar inta dowladdu baa ahaatay iyadii baa dawladdu wadanka waa in wax laga tabso dhowr jeer dawladda iyo beeshan way sarkeen waxay tabashooyin badan ay sheegeen baa jira waa tabashooyin badan oo la sii qanciyay baa jira deynta dawladdu jirta inay tabasho dhammaan mayso laakiin wixii tabashada dawlad baa loo yahay waana lagu wada hadlayaa wixii loo jigana de waa la iska garaabiyaa wixii kalena de waa waxaan u malaynayaa in laga noqonayo oo aanay cidina de waxaan loo jighayn aanay doonin mayoolakan u dagaal waxba ku diri maayo sirku waxa weeyaan shirka reerka sirku waxa weeyaan shir beel weyn oo beelaha Soomaaliland ka mid ah qabsanayso horan kugu sheegay laba arin labada midna ka filmayno dadina wa garanaysaa beeshu intay laag tahay wa garanaysaa beeshu waxa leedahay mashaayikh waxa leedahay culimada diinkeedu waa jooga dhalinyara joogta mustaqbal doonaysa odayaal baa jooga iyo madax dhaqameedkii oo dhan baa jooga intaas oo kale markay iskugu timaado horan ku sheegay laba wax demida filimayno waan ku yiri mudane wasiir shirkan halka ka soconaya buurta gacan libaax adiga laftaada deegaanka waad ka soo jeeda marka xukuumadda cid ka socota oo deegaanka ka soo jeeda ama adiga cid idii tagtay shirkaas ma leedin horta shirka reer baa qabsaday reerka cid walba reerka way ka tirsan tahay cid gaar oo la yiraahdo reerka
إدقاروا رأيك لو قلت المهم دي مجرده إدقاروا دون طبها طبعا سياسي هاتو أما رحمة الله تقول دي رأيك هو رأيك إنفاق دي رأيك كم يتبارون هاي لكي أدنا نوحنا هاينا مسؤولية دي دولة حكومة دي يسياسة دي ونكو ترشبيننا حكومة دي ديارو ماها هرسية دنباي سبا إن دي فرقلين كو سميسان رمح رأيك annagu waxaanu sugeynaa dawaha ka soo baxa baga wixii ka soo baxa waxaanu hayaa maqalo qolo dadka soo fogaaray wixii uu imanayaan sida awadeed baba habboonaa inaan marka hore ku sii dhexmelano siyaasadda dawladdeedu waa ogtahay marka horena beelanaana ma soo weydiinay de xisbigii soo baxay iyo madaxweynuhu baan la soo doortay imkana beel kale ee wasiirumaanina beelaha Soomaaliland oo dhan baan wasiirro nahay mudane wasiir su'aashada ay ugu dabeysa waa run sida aad sheegtay dawladda hanta ee kamidaan qayb galin shirka laakiin waxa la leeyahay in qodobada shirka umada soconaya qodobada ka soo bixi doona ayay madaxda dhaqanka qaar ka dawladdu cadaadis ku saartay inaanay qodobadu dhamaantood dawladda ku foorarin ee badle dhinac kale laga mariyo ama ba si kale dabcan dawladda de loogu khafiifiyo maadaama cusub tahay arintaa inay dadaal ka gasheen oo adiga laftaada iyo wasiirro kale oo deegaanka ka soo jeedaaba aad macala dhaqaale ku bixiseen ayaa warar qaar sheegayaan ma jira warkaas aad wad maasan tahay laakiin waxaan moodayaa baratay dawladdeeda oo hoggaamiyaha ee Muuse Bihi Cabdi maba taqaanu fargelinta ay ka siiyay lacag ku bixinta taas waxa uu marayaa inuu walba u cadahay sir beeleed sabab aanu fargelinayna dimashada mataal waa beel weyn baan ku leeyahay shareysa beesha weyn anagu cabsi kama qabno marka sabab aan u fargelinna ma taalo meesha Petri Kosar Maxamuud telefishanka Aerial Hargeysa.